و2005 2006، 2 كاس مصر 2001 و2003، 2 كاس سوبر مصري 2002 2005، وبطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998، 2 كاس بطولة دوري أبطال أفريقيا 2001 2005، كاس السوبر الأفريقي 2002. دي أرقام حد من النجوم الكبيرة جدا جدا في كرة القدم في النادي الأهلي، حوالي 29 بطولة. النجم كابتن سيد عبد الحفيظ، ازيك يا سيد؟ كابتن اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ كله وحشنا كويس جدا الحمد لله. وانت والله كنت لازم ابدا بالبطولات دي، لان البطولات دي دايما اللعيب لما بيبطل بيبقى دايما جواه البطولات، وخصوصا لما بتبقى جوه النادي الاهلي. يا كابتن سيد، بص، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتاكيد يمكن في عالم كره القدم بتبقى انت في حاجتين بتشتغل عليهم. واحد ان هي هوايه، يعني قبل ما بتبقى امور احترافيه او ماديه او حتى بتروح للشهرة ولا حاجة، بتبقى هواية جواك وانت صغير، بتميل لكرة القدم، بتحبها بشكل كبير قوي، بتبقى في حاجات بتعملها وبتضحي بحاجات عشانها، فبتبقى مزروعة جواك يعني. وبعد كده بقى الأمور بتكبر معاك شوية، بتلاقي نفسك رايح للحتة التنافسية أو التاريخية، فبتأثر معاك الأرقام والتواريخ والبطولات. بعد ما بتبطل كمان بتحس بقيمتها جامد جدا، وانت بتلعب بتحس، لكن وانت بتبطل او بعد ما بتبطل بتحس بقيمتها بشكل كبير قوي. طبعا انا افتكر اول مره انا قابلتك فيها، وكانت لو تفتكر في طبعا مع كابتن سيد طباخ. طبعا طبعا في منتخب اعتقد تحت 14 سنه، منتخب مصر تحت، بس انت ساعتها كنت ما شاء الله يعني، انت كنت بدات قبلنا شويه. يمكن انت كنت في نادي الاولمبي، وحتى بعدها بشويه كمان رحت منتخب، نطيت نطه كبيره شويه مع كرول تقريبا. تاخدني الذاكره، احنا اول البدايه بتاعتنا كانت انا وكابتن سيد، كانت في مع كابتن سيد طباخ منتخب تحت 14 صحيح. سنه، وكان الكابتن سيد جاي بقى من الفيوم. مظبوط. والايام الجميله دي بتفتكر دايما الايام دي يا سيد؟ طبعا. يمكن ساعتها انا كانت 89، بقى لي بالظبط بعد بكره النهارده 11 تقريبا. انا بعد بكره بقى لي 30 سنه في النادي الاهلي. 30 سنه؟ 13/6/89 كان يوم ثلاث، وعندي مع يوم الثلاث ده 13/6/89 كان يوم ثلاث. انت كان حافظ بكل حاجه؟ طبعا. يوم الثلاث له يعني مناسبات سعيده جدا معايا. تمام. ومش سعيده يعني كده. الثلاث لازم يعدي كده وكده كده وكده. 13/6/89 كانت اول مره في حياتي اخش النادي الاهلي، أو أول مرة يعني بشكل عام أجي القاهرة يعني. كنت جيت رحلات دراسية، كنت شاطر في المدرسة لحد متأكد؟ لا، كنت شاطر في المدرسة، وكان عندي ميول كبيرة جدا. كان نفسي كان نفسي من أمنياتي إن أنا أطلع مهندس، كان نفسي قوي، كنت بحب جدا الحتة. إشمعنى؟ مش عارف يعني، وأنت صغير كده بيبقى عندك شوية حاجات في دماغك مش مستوعب قوي ولا حاجة، لكن في مهنة، في واحد بيبقى عايز يبقى دكتور، تبقى قريب منها. واحد عايز يبقى مش عارف صيدلي، واحد عايز يبقى مش عارف. انا كنت نفسي ابقى مهندس. كنت شاطر جدا في الرياضيات بشكل عام، والعمليات الحسابيه والرقميه والكلام ده. ف كنت متخيل انها هتكبر معايا شويه بشويه. لحد ما اخويا قدم لي في النادي الاهلي، وكلها صدفه بحته يعني. انا عمليه كده بتاعت ربنا. دخلت اختبارات عادي؟ اختبارات عاديه جدا. هو اصلا احمد اخويا كان لاعب كره هايل جدا. طبعا. بس الفترة الزمنية بتاعت الثمانينات أو السبعينات، كونك إن أنت تيجي من منطقة ريفية أو بلد ريفي للقاهرة كانت صعبة أوي، القرار نفسه صعب جدا. يعني في دلوقتي طبعا أنا حاسس بكل ولي أمر بيتعب بشكل كبير أوي عشان ابنه بينقله من منطقة لمنطقة ولا حاجة، لكن أمور المواصلات أو الوسائل الانتقال بقت أسهل كتير من زمان. طبعا. لكن احنا كان مثلا بتيجي الساعه 8 بالليل في الشتاء، مفيش عربيات، مش عارف تعمل ايه. لا، مفيش عربيات، ممكن تروح في يوم خلاص بقى. يعني الموضوع بقى صعب. دلوقتي بقى في طرق وفي كل حاجه، انت ممكن يبقى عندك عربيه او تطلب حاجه، او عربيه خاصه او عربيه تاجرها ولا حاجه، لكن ساعتها وسائل الانتقال ما بين الفيوم والقاهره متاحه، لكن ما بين الفيوم والبلد بتاعتك صعبه شويه. صعبه في الشتاء يعني، تيجي 8 ونص خلاص انتهى. اليوم ده خلص يعني. ف 13/6/89 احمد كان لعيب كره هايل جدا، فزي عارف اولياء الامور اللي ممكن يبقى نفسه ابنه. احمد اكبر منك؟ احمد اكبر مني 8 سنين. فبيبقى في واحد بيبقى عنده حته ان عايز يشوف في ابنه او عايز يشوف في اخوه اللي هو ما قدرش يحققه يعني. فجاب لي استماره النادي الاهلي، ودخلت اختبارات النادي الاهلي في 13/6/89، كان زي ما بقول لك يوم ثلاث كده، وتدرجت في الاختبارات، وبعدين التحقت بقى بقطاع ناشئين النادي الاهلي، وبدات الرحله بتاعت النادي الاهلي لحد ما قابلت